قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. فلا يركنن أحد إلى نفسه، وإنما المعول عليه هو تثبيت الله عز وجل وتوفيقه، لأن كثيرا من طلاب العلم يقول الواحد منهم لنفسه: قد علمت وفقهت وثبتني الله تبارك وتعالى وعرفت منهج أهل السنة، فلا تضرني فتنة. ثم يجول هنا وهنالك، يقرأ ويسمع ويخالط ويغشى مجالس أهل السوء والبدعة، حتى تأتي الشبهة، فإذا ما استقرت في القلب خطفت. فإن النفوس ضعيفة، إن القلوب ضعيفة، وإن الشبهات خطافة. فعلى الإنسان أن يبتعد عن أهل البدع، لا يسمع لهم ولا يقرأ لهم ولا يغشى مجالسهم ولا يخالطهم ولا يكون له بهم أدنى صلة، وإلا فتن. وكان طاووس، وهو من أجلة التابعين، كان ابنه إذا سمع كلام بعض أهل البدع وضع أصبعيه في أذنيه، يقول لابنه: شد، ربما حتى يريد منه أن يلتقي أصبعاه داخل رأسه حتى لا يسمع كلمة من كلام أهل البدع. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.